فيلمنا بيبتدي في روسيا مع أسرة صغيرة مكونة من أم وطفلين، الكبير اسمه بيتر والصغير بطل الفيلم اسمه سيرجي. والأسرة عايشة حياة هادية في قرية صغيرة جنب النهر، وفجأة وهم قاعدين طيران الجيش الألماني بيهجم على القرية، والأم بتنادى على سيرجي عشان يروحوا يستخبوا، لكن الطفل الشجاع مش بيكون خايف من الطيران وبيمسك النبلة بتاعته وثمرة من الشجرة ويبدأ يحدفها على الطيارة، وكل ما تيجي واحدة في الطيارة بتنفجر، لكن كل ده بيكون حلم وبيفوق منه سيرجي على صوت واحدة ست جاية تاخده عشان الجيش الألماني هجم على القرية بتاعتهم، ولو فضل في البيت لوحده هيقتلوه بعد أمه وأخوه الكبير ما ماتوا في الحقيقة. والطفل الشجاع مش عايز يمشي من البيت لأنه معتقد إن أمه سابته في البيت عشان يحميه، والست بتقدر تهرب سيرجي، لكن الجيش الألماني بيقتلها وبيولع في القرية بتاعت سيرجي، وهو واقف يبص على القرية اللي بتتحرق وبينادي على أمه اللي معتقد إنها لسه عايشة. وبيجي الليل على سيرجي وهو ماشي في الغابة وعمال يبكي وينادي على أمه ويقول الحقيني يا ماما انا تايه. والولد بيكون منهك وتعبان من كتر المشي وبيقع على الارض، وبيطلع النهار وبيروح عند النهر عشان يشرب، ولما بيسمع صوت الجنود الالمان بيروح يستخبى في الشجره دي، وفجاه بيظهر تعبان جنب سيرجي، لكن خوفه من الجنود الالمان بيكون اكبر من خوفه من التعبان، ومش بيتحرك ولا بيطلع اي صوت، وبيستنى لحد ما الجنود الالمان يخلصوا اكلهم ويمشوا، وبيروح يجيب بقايا الاكل بتاعتهم وياكله، ويرجع سيرجي تاني في الغابات ويفضل ماشي فيها وهدومه متبهدلة والحذاء اللي لابسه متقطع، والولد منهك وتعبان وبيقع على الأرض من كتر الجوع، ولما بيلاقي نبات بيروح ياكل منه، لكن النبات بيسبب له هلوسة وهذيان وبيتخيل إن في حد بيراقبه، لكن الولد الشجاع بيقول للشخص اللي بيتخيله أنا مش خايف منك أنا معايا بندقية. وسيرجي بيفضل يجري في الغابة وينام على الأرض من كتر التعب وبيحلم بأمه وأخوه، ولما بيصحى بيلاقي أنفد قدامه ببراءة الأطفال بيكلم الأنفد ويقول له روح حذر شعبنا من الجيش الألماني. ولما النهار بيطلع عليه والدنيا بتمطر بيبقى عطشان ويشرب من المطرة وبعدها بيروح ينام. في الوقت ده بيكون جنود الكشافة للجيش الروسي شايفينه وبيروحوا عشان ياخدوه، وبعدها بنروح لمعسكر الجيش الروسي، واللي قدامنا ده قائد المعسكر وبيتكلم مع الجنود عن الكشافة اللي بعتهم عشان يدوروا على الجنود الألمان، لكن فجأة جنت الكشافة بيدخل وهو شايل سيرجي، والقائد بيزعقله لما بيلاقيه ساب المهمة اللي معاه ورجع، لكن أول ما بيشوف الطفل بيصعب عليه وياخد. وسيرجي ببراءة الأطفال بيقول لهم هو الأنفد قال لكم على مكاني، والقائد والجنود بيضحكوا ويبدأوا يسألوه على اسمه، والولد الشجاع بيرد بكل ثقة ويقول اسمه، فالقائد كمان بيقول له على اسمه، فبيقوم سيرجي ويسلم عليه زي الرجالة. ولما الجند بيسأله على والدته سيرجي بيقعد يبكي ومش بيعرف يرد عليه، لكنهم بيحضنوا الطفل ويحاولوا يحسسوه بالأمان، والقائد بيحاول يهديه ويقول له انت راجل والرجالة مش بتعيط، وطباخ الكتيبة بيجيب الأكل مخصوص عشان سيرجي ويبدأوا يعتنوا بالطفل. وبعدها بياخدوا سيرجي للصليب الاحمر الروسي ويبداوا يعالجوه، والممرضه بتقول له انت الجرح بتاعك عامل زي الورده، وسيرجي بيرد عليها ويقول لها انا ما بحبش الورد انا بحب الدبابات، والممرضه بتقول له خلاص انا هرسم لك دبابه ومدفع كمان وكل اللي انت عايزه. وسيرجي بيسال الممرضه هو انتم لقيتوني ازاي؟ بتقول له الكشافه هم اللي لقوك. قالها هو كل اللي هنا كشافه؟ قالت له لا في كشافه وفي جنود تانيين، والراجل ده بيقول له حتى الطباخ اللي جاب لك الاكل في الاول جندي. وسيرجي بيسأل الممرضة عن قائد الكتيبة فبتقول له هو بيحارب دلوقتي، فبيسألها هو القائد شجاع؟ بتقول له آه شجاع، وعشان كده خد وسام الشرف ومسدس مميز عشان شجاعته. وتاني يوم بيجي قائد الكتيبة عند الصليب الأحمر عشان يطمن على سيرجي، وسيرجي بيقول له إن الممرضة امبارح ادته حقنة وجعته، فالقائد بيقول له أنا هقول لك على سر أنا كمان بخاف من الحقن، والقائد بيوري له الوسام بتاعه. ولما سيرجي بيسأله عن المسدس المميز فبيقوم مطلع المسدس ويفرغ منه الخزنة ويديه لسيرجي اللي بيبقى مبسوط وبيلعب بيه، لكن القائد بياخده منه تاني. وبعدها سيرجي بيوري له الدبابة اللي رسمتها له الممرضة على جسمه، وبياخد القلم وبيرسم للقائد طيارة على دراعه. ولما بيخرج من عنده الممرضة بتقف تتكلم معاه عن سيرجي وبتترجاه يخليه معاها عشان تعتني بيه، لأنها عارفة انهم هياخدوه على دار الأيتام بعد موت أمه وأخوه، والقائد بيقول لها انه لازم يروح دار الأيتام عشان حد يهتم بيه، فبتقول له انا ههتم بيه وهعامله زي ابني بالظبط. فالقائد بيقول لها احنا في حالة حرب وفي الصفوف الامامية كمان وما ينفعش يفضل هنا اكتر من كده، وبيسيبها ويمشي. وبيدخل جنود الكشافة اللي كانوا جايين مع القائد عشان يطمنوا على سيرجي اللي انقذوه من الغابة، وسيرجي بيكون محبوب من جنود الكشافة وكل اللي في المكان لانه طفل متكلم ولطيف والكل حبه، وبيدوه منظار هدية عشان يلعب بيه. وبعدها بنشوف الممرضة قاعدة مع زميلتها وبتقول لها انها حاسة بحاجة غريبة ناحية الطفل سيرجي، وعمرها في يوم من الايام ما بكت على اي جندي مجروح، لكنها
لما شافت سيرجي فضلت طول الليل تبكي من الحالة اللي كان فيها، وبتقول لها نفسي أضم القلب عشان ما يشوفش اللي بيحصل حوالينا، وإنها خايفة القائد ياخده بعيد عنها وما تشوفوش تاني أبدا. وزميلتها بتقول لها ما تكلم القائد في الموضوع ده، لكنها بترد عليها وتقول لها إنه بينفذ الأوامر وبيجي تاني يوم وبنشوف الجند ده رايح عند القائد، وبيقول له الجنود حبوا سيرجي قوي وبيشوفوا فيه صورة أولادهم اللي سايبينهم في البيت، وكل ما يبصوا في وشه بيحسوا بالدفى في قلبهم ومش عايزينه يمشي من المكان. وبيترجى القائد ان سيرجي يفضل معاهم وما يروحش بعيد، لكن القائد بيقول له مفيش حد هيعتني بيه هنا، واللي هيعمله ده هيوجع له قلبه، لكنه بينفذ الاوامر ومفيش حاجه في ايده، والجند بيسيبه وهو كله حزن ويمشي. وتاني يوم بيجي مبعوث من دار الايتام عشان ياخد سيرجي في وجود القائد والممرضه، والقائد بياخد سيرجي ويقعدوا لوحدهم، لكنه مش عارف يقول له الخبر ازاي، وصعبان عليه ان سيرجي هيسيبهم ويمشي. وكل لما يجي يفتح الموضوع مع سيرجي مش بيبقى عارف يتكلم، فبيطلع مسدس لعبه عامله مخصوص لسيرجي، وفجاه سيرجي بيقوم حاضن القائد ويقعد يبكي ويقول له انا كنت خايف عليك تموت امبارح في الهجوم. فبيقوم القائد ماسك خطاب دار الايتام ومقطعه ويقول لسيرجي من هنا وجاي انت ابني وانا هتبناك. والجنود بيجيبوا ملابس من معاهم ويدوها للخياط عشان يفصلها على مقاس سيرجي ويعمل له بدله عسكريه. وبيروح القائد عند سيرجي ويقومه من النوم وبيديله البدله العسكريه الجديده بتاعته، ويقول له الجنود الماهرين بيلبسوا ازاي بمجرد عود الكبريت ما يخلص، لكنه بيكون خلص كل علبه الكبريت على سيرجي لحد ما لبس. وبيخرج سيرجي وهو فرحان باللبس العسكري، والجنود بتحييه وبيطلقوا عليه الطفل الجندي، لكن فجاه الطيران الالماني بيعمل غاره على المعسكر، وابوه بيروح يحميه ويحطه في خندق لحد ما الغاره تخلص. وبعدها سيرجي بيخرج ويلاقي ناس كتير مصابه نتيجه الغاره، وبيسال على القائد ابوه والممرضه اللي بيكون اسمها كاتيا، وبيدخل خيمه الجنود المصابه ويبدا يساعدهم ويديهم ميه يشربوا، والجندي ده بيكون معاه جواب وبيطلب من سيرجي يقراه، لكن الطفل الصغير ما بيكونش عارف القرايه، فبيقول له اي كلام من عنده ويقول له ان اللي مكتوب في الجواب ان البقره بتاعتك كويسه وبتنتج لبن كتير، لكن الجندي المصاب بيقول له انا اصلا ما عنديش بقره. فالجنود بترد على الجندي وتقول له سيبه يكمل، وكلهم بيقعدوا يضحكوا. وبعدها الجنود كلهم بيطلبوا من سيرجي يقرا لهم الجوابات بتاعتهم، وبعدها بيقف يغني لهم. وبنشوف سيرجي وهو نايم على رجل كاتيا والقائد رايح عندهم، وبنعرف ان القائد وكاتيا عندهم مشاعر لبعض، لكنهم مخبيين عن بعض مشاعرهم وخايفين يتكلموا ويعترفوا لبعض بحبهم. ولما بيصحى سيرجي بيحضن القائد لانه كان خايف عليه من الغاره، والقائد بياخد سيرجي ويتمشوا، وسيرجي بيقول للقائد انه كان خايف عليه في الغاره لكنه كان متاكد انه هينتصر على الاعداء، وبيوري له زراير البدله اللي لابسها، وبيساله عن الخياط اللي عملها عشان يشكره. فبياخده القائد عند مكان الخياط اللي بيكون متدمر نتيجه الغاره والخياط اتقتل، وبيقول لسيرجي احتراما للميت لازم نقلع القبعه. وبنشوف سيرجي وهو بيحاول يقلد الجنود ويحلق دقنه، والجنديين دول بيعدوا من عليه ويقولوا له انت بتحلق دقنك ليه انت لسه طفل، فبيقول لهم انا مش طفل انا جندي. وبعدها بيروح عند القائد ويديله التحيه ويساله اذا كان عنده مهمه النهارده ولا لا، فبيقول له اه طبعا انا محتاجك عشان عربيه البريد هتيجي النهارده ولازم توزعه كله على الجنود. ولما القائد بيروح عنده ويقول له ايه اللي في وشك ده، بيقول له مفيش حاجه جرحت نفسي وانا بحلق دقني. ولما بتيجي عربيه البريد سيرجي بياخد البريد ويروح يوزعه للجنود، والجنود بيبقوا مبسوطين بيه، وسيرجي مش بيرضى يدي الجندي ده الجواب بتاعه غير لما يرقص له. وبعدها بنشوف سيرجي جندي الكشافه الصغير وهو رايح الغابه وماسك المنظار وبيقوم بشغله على اكمل وجه، لكنه بيشوف رجل جندي الماني في كوم القش وبيعرف انه جاسوس، فبيطلع جري ويروح الكتيبه ويقول للجنود انه شاف جندي مستخبي في القش، والجندي مش بيبقى مصدق في الاول، لكن سيرجي بيقدر يقنعه، فبيقول لسيرجي خليك هنا على ما نيجي، لكن سيرجي بيقول له انا اللي شفت الجندي وعارف مكانه لازم اجي معاك. وبعدها بنشوف القائد جاي في العربيه وبيقف عشان يركب الممرضات، والممرضه زميل كاتيا بتتغزل في القائد وتستدرجه في الكلام عشان تعرف اذا كان متجوز ولا لا، وساعتها بيبان على كاتيا انها غيرانه. وسيرجي بيكون مع جنود الكشافه رايحين يشوفوا الجندي اللي شافه في قومه القش، ولما بيروحوا بيلاقوا الجنود الالمان فعلا وبيمسكوهم ويقبضوا عليهم وبياخدوهم للكتيبه. ولما سيرجي بيروح يوزع البريد بيكون معاه جواب للجندي اللي كان بيرقص له، لكن لما بيعرف انه مات بيقلع القبعه احتراما ليه وبيرجع والحزن ماليه. وبنشوف القائد قاعد بيتكلم مع واحد من الجنود وبيقول له الفضل بيرجع لسيرجي انهم قبضوا على الجنود الالمان، وسيرجي يستحق وسام الشرف. ولما بيجي سيرجي بيدوهم التحيه ويقول للقائد انه سلم كل البريد اللي معاه، وبيقول للقائد اللي بيدلعه ما تعاملنيش زي الاطفال انا جندي زي اي جندي. والقائد بيقول لسيرجي ان
ان الجيش وافق انه يكون ابنه رسميا. وسيرجي بيقول له تعالى اما نقول لكاتيا عشان هي بتحبني. فبيروحوا يسالوا زميلتها عن مكانها وبتقول لهم عند النهر. واول ما بيروحوا بيلاقوها واقفه مع واحد بيعترف لها بحبه، لكن كاتيا بيكون قلبها مع القائد، ولما بيشوفهم واقفين مع بعض مش بيرضى يروح عندهم وبيقف يسمعهم بيقولوا ايه. وبعدها سيرجي الشجاع بياخد الذخيره في الحرب يوصلها للجنود، لكن الجندي ده بيقول له امشي من المكان وروح عند القائد. وسيرجي بيديله التحيه ويروح عند القائد. في الوقت ده بيكون الاتصال مقطوع من جبهه القتال عن القائد، ولما الجندي بيخرج وراه سيرجي عشان يساعده يرجع الاتصال. ولما الجندي بيموت سيرجي بيساله ازاي يوصل الاسلاك في بعضها، لكن هو اللي بيوصلها في الاخر. وبعدها بيروح سيرجي عند كاتيا ويضحك عليها ويقول لها ان ابوه مريض ومش بياكل ولا يشرب وحالته مش كويسه، وتاخده وتطلع تجري وتروح عند القائد اللي بيكون نايم ومفكراه مريض فعلا. لكن لما بيفوق بيقول لها انا مش مريض، مين اللي قال لك كده؟ بتقول له سيرجي قال لي انك مريض، لكن سيرجي بيسيبهم ويطلع يجري. والقائد بيجي يتكلم مع كاتيا ويعترف لها بحبه، لكنها بتسيبه وتمشي. وبيطلع يجري وراها ويوقفها في الغابه ويقول لها انا عايزك تبقي ام سيرجي، وكاتيا بتوافق. وسيرجي بيطلع على البرج ويبص بالمنظار ويلاقي كلاب ويفرح انهم موجودين في المعسكر، وينزل ويركب العربيه بتاعتهم والكلاب بتاخده وتخش الغابه. لكن لما بيشوفوا قطه بيطلعوا يجروا وراها، وبيكون ده طريق الالغام. والجندي ده بيركب الموتوسيكل ويطلع يلحقه قبل ما يخش حقل الالغام. وبيجي الجندي ده وهم واقفين ويدي القائد رساله من القائد الاعلى بيبقى مطلوب منه فيها اخلاء المعسكر عشان يروحوا معسكر جديد. وهم في الطريق بيدخلوا بيت فيه مدنيين، وسيرجي لما بيلاقي حفره في الارض بيسال صاحب البيت عليها، وبيعرف منه انها نتيجه قنبله وقعت على البيت لكنها ما انفجرتش. ولما القائد بيعرف كده بياخدهم ويطلعوا يجروا من البيت، لان القنبله ممكن تنفجر في اي وقت. وبكده بيكون سيرجي انقذ كل اللي في البيت من موت مؤكد. وبيكملوا طريقهم وسيرجي ماسك المسدس وبيلعب بيه، لكن فجاه غاره المانيه بتيجي عليهم. وسيرجي بيروح عند القائد المصاب ويحضنه، ولما الكتيبه بتوصل عند القائد الاعلى سيرجي بيدخل عليهم ويديهم التحيه، والقائد الاعلى بيبادله التحيه برضه. وسيرجي بيعرف ان المهمه الجديده بتاعته انه يفتش على ملابس وحذيه الجنود المتقطعه، وبيروح سيرجي وبيؤمر قائد السريه انه يوقف الجنود صف عشان يعرف مين من الجنود ملابسهم واحذيتهم متقطعه. ولما بيخلص بيروح عند القائد الاعلى ويديله التقرير ويقول له المهمه انتهت بنجاح. وبالليل بيحصر غاره على المعسكر، وبيروح سيرجي عند القائد اللي بيكون مصاب وواقع تحت الاشجار، وسيرجي بيحاول يطلعه لكنه بيفشل. فبيروح عند الجندي ده ويقول له ان القائد مصاب. وتاني يوم بيروح سيرجي عند كاتيا اللي قاعده بتبكي على القائد المصاب، وبيدخل يشوفه ويقعد يبكي هو كمان، لكن القائد بيطمنه على نفسه ويقول له انا كويس ما تبكيش. وبعدها بنعرف ان سيرجي بقى الجيش هو بيته والمعارك هي حياته، وانه شارك في معركه ستالينجراد، ولما كبر اتخرج من الجامعه وعاش حياته في محاربه الجريمه. ودي بتكون نهايه فيلمنا الاصغر طفل جندي شارك في الحرب العالميه الثانيه مع الجيش الروسي ضد الجيش النازي الالماني. يا رب يكون الفيلم عجبكم، واستنونا في فيلم جديد. مع السلامه.